السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسلم في كل مكان. أنا محمد سليم وأنت بتتفرج على برنامج لاب تيو. من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد ينزل، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. يلا بينا. حلقة مهمة جدا، أبوس إيديك ركز معايا. هنتكلم عن طريقة عد الحيوانات المنوية. اتفقنا أن الحيوانات المنوية عددها بالملايين، فعلشان أعد حاجة عددها بالملايين لازم أخفف. طيب أخفف قد إيه وإزاي؟ فاكر في الحلقات اللي فاتت لما حطينا الشريحة تحت الميكروسكوب وفحصنا بالعدسة 10 وشفنا الحاجات دي، فحصنا بالعدسة 40 وشفنا الحركة؟ واخد بالك من الحتة دي؟ وقلت لك هنا بالعدسة 40 هقدر أعرف التخفيف المناسب اللي أنا همشي عليه. ركز معايا، قدامك الشريحة بالعدسة 40، لو لقيت أكتر من 100 حيوان منوي كده انا هستخدم التخفيف الاعتيادي اللي هو 1:20، اللي هو هاخد حجم من السائل المنوي الى 19 حجم من محلول التخفيف، واقل حجم هتاخده من السائل المنوي هو 50 ميكرون. ما ينفعش اقل من كده. اذا هاخد 50 ميكرون لكام؟ برافو عليك، ل 950 ميكرون من محلول التخفيف. اما لو لقيت في الفيلد من 15 ل 100 حيوان منوي، هنا هقلل التخفيف شويه وهشتغل على 1:5، يعني حجم من السائل المنوي واحط عليه 4 أحجام من محلول التخفيف، يعني 50 ميكرون من السائل المنوي معاهم 200 ميكرون من محلول التخفيف. اما بقى لو لقيت اقل من 15 حيوان منوي في الفيلد، هنا هشتغل باقل معامل تخفيف خالص وهو 1:2، يعني حجم من السائل المنوي الى حجم زيه من محلول التخفيف، يعني 50 مايكروليتر من السائل المنوي زائد 50 مايكرو من محلول التخفيف. سهلة؟ سهلة. احفظ دي في دماغك بقى كده، بناء على الشريحة اللي هتشوفها والعدد اللي هتشوفها هتحدد التخفيف المناسب ليك علشان تقلل نسبة الخطأ في العد. طيب تعال اقول لك على معلومة كويسة. لو انا في الفيلد قدامي لقيت 4 حيوانات منوية او اقل، يعني 4, 3, 2, 1، هنا مش هنعد، ملوش اي لازمة العد هنا خالص. هنا هنكتفي ان احنا نكتب في التقرير بتاعنا less than 1 million، يعني العدد اقل من مليون في الملي بس. الحالة دي معروفة اسمها كريبتوزوسبيرميا. كريبتوزوسبيرميا، حتى كريبتو يعني مخفي او يعني منعدم خالص. تمام، ناخد معلومة كمان. افرض ما لقيتش حيوانات منوية بقى خالص، الفيلد مفيش فيه والشريحة مفيش فيها حيوانات منوية، هنا هنضطر نعمل سنتريفيوجيشن، ترصيب. هرصب السائل المنوي والرصب اللي تحت ده افحصه وادور فيه على حيوانات منوية. تعال اقول لك ترصب ازاي. هعمل ميكس كويس جدا للعبوه اللي فيها السائل المنوي، ميكس كويس جدا، وبعد كده هاخد اليكوت كده، يعني وليكن 1 ملي من السائل المنوي، تمام، واحطه في انبوبه واحطه في السنتريفيوج، جهاز الطرد المركزي، وادوره على سرعه من 2000 ل 3000 لفه لمده 15 دقيقه، تمام. هيرصب تحت بيلت، البيلت او الكتله اللي تحت دي، تمام. انا هشيل الري، يعني احذف الري او اشيله، ديسكارد لي، شيله خالص، واسيب البلت اللي هي تقريبا 50 مايكرو، وهعمل ميكس للراصب ده مع السيمينال بلازما اللي موجوده او بقيه السائل المنوي اللي موجود في ال 50 مايكرو ده، اعمل له ميكس كده واخد منهم 10 مايكرو لتر واحطهم على الشريحه، تمام، واحط الكفر بتاعي اللي هو 22 في 22 كده، العمق بتاعي تقريبا 20 مايكرومتر، تمام، وافحص بالعدسه 20 واشوف هل في حيوانات منويه ولا ما فيش. لو لقيت يبقى العدد قليل خالص، والحالة دي اسمها كريبتوزوسبيرميا. كريبتوزوسبيرميا اللي اتكلمنا عليها من شوية، تمام. طيب لو ما لقيتش بقى خلاص، هنا هكتب ازوسبيرميا. ازوسبيرميا يعني ما فيش حيوانات منوية. ولو عايز تكتب في كومنت اللي انت عملته ده كله، ممكن تقول no sperms could be detected in the whole sediment material after centrifugation of this sample.
وممكن توضح وتقول يا ريت examination of three successive semen sample are recommended. اصل دي مشكلة خطيرة برضو ان انت تقول مفيش حيوانات منوية، فاحنا عشان نأكد الموضوع ده عايزين اكتر من عينة. وخد بالك لما نكتب للطبيب المعالج في الكومنت ان الحالة عندها azoospermia، يعني انا اقصد ان العينة ما فيهاش حيوانات منوية، وما اقصدش ان المريض ما عندوش حيوانات منوية، لا انا اقصد ان العينة ما فيهاش، فده وصف للعينة وليس وصف مرضي. خدوا بالكم النقطة دي. فكلمتي azoospermia أنا كمعمل أنا بتكلم على سامبل، على عينة، أما دكتور التناسلية والعقم لو هو بيتكلم وبيقول azoospermia هو ممكن يكون يقصد إن حتى ما فيش إنتاج الحيوانات المنوية. طيب هو ليه لو أقل من 1,000,000 ما أكتبوش، ما عدوش مثلا وأقول له مثلا 500,000 400,000؟ لا، احنا عندنا قاعده بتقول the high sampling error associated with low sperm number. تعال ندخل في النقطه اللي بعد كده ونتكلم عن محلول التخفيف الدايلونت، تمام، واللي يعتبر محلول العد اللي هعد بيه الحيوانات المنويه. هو عباره عن ايه؟ في اللي بيشتغل بالسلايم وفي اللي بيشتغل بالديستالد ووتر، المحلول الملح او الميه المقطره، ولكن مفيش مراجع علميه بتقول حاجه زي كده. هم بيقولوا انه بيموت الحيوانات المنويه واقدر اعدها كويس، ولكن تعال نقول المراجع بتقول ايه واللي احنا اللي انا عايزك تشتغل بيه هو ايه. تركيب كالاتي، تركيب المحلول المخفف واللي هعد بيه الحيوانات المنويه كالاتي: هجيب 97 ملي ميه مقطره وهضيف عليهم 1 ملي فورمالين 35%، تمام كده يبقى انا معايا 98 ملي. طيب هحط عليهم اكملهم للمية بقى 2 ملي، هحط 2 ملي من مادة الكريستال فايولت ستين، صبغة الكريستال فايولت او حتى الجينشن فايولت، والصبغة دي تصدقني حلوة كده هتلمع لك وتظهر لك الراس بتاعت الحيوانات المنوية، تعرف تعدها كويس، تمام، وهدوب فيهم 5 جرام من سوديوم بايكارب، تمام كده يبقى معايا 97 ملي مية مقطرة، 2 ملي كريستال فايولت، 1 ملي فورمالين، كل دولت هدوب فيهم 5 جرام من السوديوم بايكارب، كده معايا محلول عد الحيوانات المنوية ممتاز جدا. اطلب الحاجات دي من اقرب شركة مستلزمات او كيماويات جنبك وخليك في الصح، وسهل جدا ورخيص. تعالى بقى لي الطريقة العملية: هجيب عينة السائل المنوي بتاعي وهعمل له ميكس كويس وهاخد منه 50 مايكرو لتر، تمام، وحسب نظام التخفيف بتاعي. لو انا نظام التخفيف بتاعي 1:20 يعني حجم زائد 19 حجم، يعني هاخد 50 مايكرون من السائل المنوي ومعاهم 950 مايكرون من محلول العد واعمل لهم ميكس كويس، تمام. ولو انا نظام التخفيف بتاعي 1:5 يعني حجم احط عليه 4 احجام، يعني هاخد 50 مايكرون من السائل المنوي معاهم 200 مايكرون من محلول التخفيف. ولو انا هشتغل بنظام التخفيف 1:2 يعني حجم زائد حجم، هاخد 50 مايكرون من السائل المنوي زائد 50 مايكرون من محلول التخفيف. هعمل ميكس للعينة كويس واسيبها من 3-5 دقايق، كده خلاص الحيوانات المنوية ماتت وشبه اتصبغت، تمام، بالصبغة اللي انا حاططها. هعمل لها ميكس كويس الانبوبة واخد منها 10 مايكروليتر. وطبعا في الوقت ده انا مجهز شريحة العد بتاعتي، ايوه شريحة العد بتاعت خلايا الدم الحمراء، الامبروفد نيو باور هيموسايتومتر. واقول لك على حركة حلوة: لما تطلعها نضيفة كده حطها قدام نفسك كده وما عامل كده، رطبها بنفسك كده عشان تبقى رطبة. وبعد كده هتحط الكفر سليب بتاعك اللي هو ال 22×22، وبعد كده العشرة مايكرون اللي احنا خدناهم هنحطهم تحت الكفر هيتفردوا، واسيب الشريحة الهيموسايتومتر في درجة حرارة الغرفة الروم تمبريتشر 4 دقايق، يكون المحتويات اللي جوه استقرت شوية. طيب ده ممكن تنشف الشريحة، علشان كده هقولك حركة حلوة تعملها: هتجيب طبق بيتري، تمام، بيتري ديش، تمام، وتحط فيه مثلا فلتر بيبر او قطن وكده، وتحط فيه مية مقطرة، تمام، عشان يبقى رطب خالص، وتحط الهيموسايتومتر جوه البيتري ديش فوق القطن وتسيبهم ل4 دقايق دول، كده تضمن ان العينة ما يحصل لهاش جفاف. خلصت، هحط شريحة العد الهيموسايتومتر تحت الميكروسكوب وابدأ افحص. شايف دول مربعات عد خلايا الدم البيضاء، الأربعة الكبار دول، أما الخمسة دول عد خلايا الدم الحمراء. طيب تعال بقى أقولك إزاي نعد ونحسب بمنتهى البساطة.
لو أنا ماشي بنظام تخفيف 20 مرة، يعني 1 لـ20، يعني حجم من السائل المنوي زائد 19 حجم من محلول التخفيف، يعني 50 مايكرو من السائل المنوي زائد 950 مايكرو من محلول التخفيف. لو أنا هعد في الـ4 مربعات بتوع خلايا الدم البيضاء، يبقى التركيز الحيوانات المنوية بيساوي إجمالي عدد اللي أنا عديته في الـ4 مربعات في 20، ده اللي هو معامل التخفيف، تمام، على 4 اللي هم الـ4 مربعات بتوع خلايا الدم البيضاء، تمام، في 1 من 10، 1 من 10 اللي هو حجم المربع الواحد، حجم المربع الواحد، تمام، دي المعادلة. يعني نقدر نقول إجمالي العدد في 50، تمام كده النتيجة، والعدد هيطلع لي في الميكروليتر. طب أنا عايز أحوله يكون في الملي، هقول إجمالي العدد في 50 في 1000، 1000 دي علشان أحوله للملي، تمام، يعني إجمالي العدد في 50,000، تمام. طيب لو أنا بقى هعد في الـ5 مربعات بتوع عد خلايا الدم الحمراء، تمام، يبقى تركيز الحيوانات المنوية بيساوي إجمالي العدد في 20 اللي هو معامل التخفيف على 5 اللي هم الـ5 مربعات في 4 من 1000، 4 من 1000 ده اللي هو حجم المربع الواحد من الـ5 مربعات، يعني أقدر أقول إجمالي العدد في 1000 كده الناتج بالميكروليتر. علشان أخلي الناتج بالملي هضرب في 1000، يعني هقول إجمالي العدد 1000 في 1000، يعني إجمالي العدد في 1000000. نفس الكلام بالظبط لو أنا شغال بمعامل تخفيف 5، تمام، يعني 1 لـ5، يعني حجم السائل المنوي زائد 4 أحجام من محلول التخفيف، يعني 50 مايكرون من السائل المنوي زائد 200 مايكرون من محلول التخفيف. لو أنا هعد في الـ4 مربعات بتوع خلايا الدم البيضاء، يبقى هيساوي إجمالي العدد في 5 اللي هو معامل التخفيف على 4 في 1 من 10، يعني إجمالي العدد في 12.5، وده بالميكروليتر، وعشان احوله للملي يبقى هقول 12.5 في 1000 كده بالملي، يعني اجمالي العدد في 12.5. طيب لو انا بحسب في الـ5 مربعات بتوع عد الدم الاحمر، يبقى اجمالي العدد في 5 على 5 في 4 من 1000، تمام، يعني اجمالي العدد في 250، يعني اجمالي العدد في 250 في 1000، يعني اجمالي العدد في 250,000. والتخفيف الأخير اللي هو في 2، يعني 1 لـ2، يعني حجم السائل المنوي عليه حجم من محلول التخفيف، يعني 50 مايكرو من السائل المنوي زائد 50 مايكرو من محلول التخفيف. لو أنا بعد في الـ4 مربعات بتوع خلايا الدم البيضاء، يعني التركيز هيساوي إجمالي العدد في 2 اللي هو معامل التخفيف على 4 في 1 من 10، يعني إجمالي العدد في 5، ده لو الناتج بالميكروليتر. لو عايز احسبه بالملي هقول اجمالي العدد في 5 في 1000، يعني اجمالي العدد في 5000، تمام. طيب لو انا بعد في مربعات عد خلايا الدم الحمراء 5 مربعات، هقول ان اجمالي العدد في 2 على 5 في 4 من 1000، يعني اجمالي العدد في 100، يعني اجمالي العدد في 100 في 1000، عشان احسبه بالملي، يعني اجمالي العدد في 100,000. اظن مفيش اسهل من كده، تمام. ملاحظه بسيطه، انت بتعد الحيوان المنوي اللي ليه راس وديل، الحيوان المنوي كامل، تمام. المربع طبعا ليه 4 أضلاع، تمام. هعد مثلا اللي فوق واللي على اليمين، لو في حيوان منوي على الضلع نفسه يبقى هعد اللي على الاضلاع اللي فوق وعلى اليمين، اما اللي تحت وعلى الشمال بلاش، او العكس، تمام. عد اللي على ضلعين واللي على الضلعين التانيين ما تعدهمش، تمام. وكل اللي جوه طبعا بعده. المفروض العدد في المربعات يكون متقارب، يعني الفرق لا يتعدى ما بين مربع والتاني 10 حيوانات منوية. انا كده خلصت حلقة النهاردة، انزل بص على المصادر، ركز في الفيديو النهاردة، مهم قوي قوي قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.